السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. انا اسراء حمام. النهارده هنعمل مع بعض كحك عيد. كل سنه وانتم طيبين. كحك ناعم جدا وبيدوب في البق كده، والصراحه احلى من بره مليون مره. وهقدمه بطريقه جديده وبفكره جديده كده في الحشوات، تحفه جدا. حابه افكركم لو انتم اول مره تشوفوا القناه، ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد. ويلا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. عندي كيلو من الدقيق اللي هو رقم واحد، بيكون مخصص للبسكويت. وعندي نص كيلو من السمنة. السمنة دي انا حطيتها في التلاجة شوية قبل ما استخدمها عشان الجو حر. وعندي 3 معالق كبار من اللبن البودر، 3 معالق كبار من السكر البودر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعلقة صغيرة من البيكنج بودر، وعندي معلقتين كبار من السمسم، وحطيت نص معلقة صغيرة من ريحة الكحك. ممكن تزودي براحتك، أنا مش بحب نكهة ريحة الكحك قوي، فحطيت نص معلقة صغيرة. وعندي 200 ملي من المية الساقعة. هي دي كل المقادير، وفي رشة ملح هنحطها على الدقيق. هبدأ أحط كل المكونات الجافة على بعضها، الدقيق والسكر واللبن البودر والبيكنج بودر، وما ننساش رشة الملح، ونحط السمسم والخميرة وريحة الكحك. كل حاجة جافة هنخلطها كويس مع الدقيق. أنا هنا استخدمت العجان عشان خاطر بيطلع نتيجة أحسن. هخلط كل المواد الجافة مع بعضها، وبعدين هحط عليهم السمنة واحدة واحدة كده لحد ما تختلط كويس مع الدقيق. بعد ما خلصت كل كمية السمنة نص كيلو، هسيب كل الخليط يمتزج كويس مع بعضه. كل شوية أقلب الحروف وأقلب من فوق لتحت عشان كله يمتزج، وأسيبها كلها تختلط مع بعضها لحد ما تتحول لخليط كريمي. الخطوة دي بتاخد وقت شوية، بس مش مشكلة، أنا عايزاها يبقى خليط كريمي جدا زي كده بالظبط. وأبدأ برضو أقلب في الحروف عشان كله يمتزج مع بعضه. وبعد كده هحط عليه 200 ملي من المية الساقعة. أهم حاجة تكون ساقعة، ومش هحطها كلها مرة واحدة، لأ هحطها بالتدريج لحد ما تبدأ العجينة تلم معايا. أنا في الخطوة دي مش بعجن، مجرد ما بحط المية والعجينة تلم خلاص، مش بعجن خالص عشان ما يتكونش معايا عرق. خلصت كل المية والعجينة لمت معايا وطرية جدا، مش محتاجة اي سوائل، بتتشكل كويس. هاخدها اريحها شوية، انا مش هسيبها تتخمر لان الجو حر، هسيبها بس ترتاح شوية. بعد ما العجينة استريحت شوية قسمتها لاربع اجزاء. في جزء منهم هحط عليه 50 جرام من الفستق المطحون، وهخلطهم كويس جدا مع بعض. وجزء كمان هحط عليه عين جمل مطحون. لو حسيت ان العجينة نشفت معايا هحط عليها معلقة من السمنة، هتبقى طرية وترجع كويسة جدا، هي مش شققتش معايا ولا اي حاجة. وفي جزء بقى من العجينة هحشيه فيه العجوة، وجزء هخليه سادة. هبدأ أكور حجم الكحك على قد الحجم اللي يناسبني أو اللي أنا أحبه. أنا بحب الأحجام الصغيرة، وما عنديش بقى بصامة ولا عندي منقاش، فاستخدمت ظهر السكينة. قعدت أعمل خطوط كده وعكسها، فطلعت شكل حلو قوي زي بالظبط بصامة الكحك، وبتدي شكل حلو وبيعلم كويس. فمفيش مشكلة لو ما عندناش المنقاش، هنعرف نتصرف برضه. اتمنى ان انتوا تجربوا الفكره دي وتطحنوا المكسرات بدل ما نسيها جوه، نطحنها كده ونحطها مع العجينه.
الصراحة أنا أول مرة أجربها بس عجبتني جدا، ومدية لون وكمان طعم في كل العجينة، فإن شاء الله تعجبك. أنا مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، أول ما أخلص هحطه على طول على الرف الأوسط لحد ما ياخد لون من تحت، ممكن أشغله الشواية ياخد لون بسيط من فوق، شكله تحفة جدا. هجهز بقى العجوة وأحطها في العجينة. العجوة دي أنا حطيت عليها معلقة من السمنة وكورتها، ياريت ما احطش كتير في العجينة، واقفل عليها كويس عشان خاطر ما تفتحش معايا في الفرن، لحد ما اخلص كل الكمية برضو احطها في الفرن على طول على نفس درجة الحرارة. ادي الكحك طلع معايا بعد ما استوى، ما شققش خالص ولا جراله اي حاجة، تسويته مظبوطة جدا، واخد لون حلو قوي من تحت ومن فوق، وتسوية مظبوطة قوي. هسيبه بقى يبرد على جنب قبل ما ارش عليه السكر البودر، اهم حاجه يبرد كويس. وادي الكحك اللي بالعجوه برضو ما فتحش ولا شققت ولا جرالها اي حاجه، برضو واخده لون تحفه من فوق ومن تحت. بعد ما برد خالص هرش عليه بقى السكر البودره، وده الكحك اللي بالفستق هرش عليه فستق من فوق كده عشان يبقى مميز، نبقى عارفين نفرق ما بين الحشوات. وبرده الكحك اللي هو بعين الجمل هرش عليه برده عين جمل كده بسيط من فوق. ناعم جدا وبيدوب في البق، يعني ان شاء الله الوصفه دي مظبوطه جدا، ويا ريت تجربوها وان شاء الله تعجبكم. واتمنى ان انتوا تجربوا الفكره بتاعه المكسرات اللي تتحط في العجينه، فكره برده جديده وعجبتني جدا، وان شاء الله هتعجبكم. ده شكله النهائي، شكله جميل جدا بالذات الالوان، المكسرات شكلها حلو قوي. وتقدروا بقى تشيلوه في علبة كده لو جو حر قوي، نحطه في التلاجة ونطلعه على العيد. كل سنة وانتم طيبين، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، واستنونا الفيديو تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.